هذا كان أول رد رسمي من الشاعر رشاد الشمري على الهجمة اللي طالتها والإشاعات اللي طالع عليها وعلى عائلتها بخصوص أنه على أساس قضيات ابتزاز وراح تنهزم خارج العراق. خلنا نسمع شنو قالت الشاعر رشاد الشمري. يا مساء الخير، يا مساء العافية على كل متابعيني الأحبة. شوفوا، أني عادة متابعيني القدامى يعرفون بي ما أرد على أي إشاعة، أي إساءة، أي أحد يدق بابي، قريب غريب، مشهور ما مشهور، ما أجاوب. تدرون ليش؟ لأن أني واصلة مرحلة قلت هن جلدي متعلم، عرفتوا؟ من 2009 لحد الآن قالت شهد حجت شهد، قالت شهد لعبتوا بي طوبة، شايفين الطوبة، وبعدني صامدة وكشي ما بي. إحنا اليوم 2024 وإلى الآن الشائعات ورايا 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 ورايا. ليش رديت؟ ها راح تسألون سؤال، شهد ليش كل هاي الفترة هواي عالم سائت ليش ما جاوبتي؟ ما أجاوب، ما تهمني. لكن هالمرة الإشاعة حقيقة كانت قذرة، يعني الإشاعة هالمرة حقيقة تحسوها ممزوجة بطعم الوساخة والدناءة والقذارة. ما لقيتوا علي شيء، اوكي؟ انتوا عاده البنيه اول شغله تردون تسقطوها بيها شرفها، اول ما تحجون بالشرف. باوعتوا بنيه لا تحب زوجها وعايشه حياتها وما نقدر نحجي بشرفها لانه حياتها واضحه. خلينا نجي شو نقول فالتلفيقات قاسيه اكثر، مثلا ابتزاز، غسيل اموال، تجاره اعضاء، تجاره مخدرات، هاي سلاح، يا سلاح. هذا كله اني اسويه؟ هاي الاني عارضه حياتي 80% اللي تمثل كل بيت عراقي اللي ما بيها اساءه، العائله بيور، عائله حقيقيه بيور، ما بيها اي اساءه لاحد. كلهن هذني اني اسويهن؟ زين انتم ما فكرتوا بالمنطق من كاتبين خبر هروب الشاعره وزوجها الى الامارات او قطر؟ انتم ما تعبتوا نفسكم وفتوا الستورياتي وحكيتوا حظ وبخت وقلتوا البنيه 24 ساعه ويانا، والبنيه ما تضم لها سالفه واللي بقلبها على لسانها؟ ما حد بيكم حكى حكايه. طلعني ما احكي على الناس الزينه والطيبه احطهم على راسي، خصوصا متابعيني. أنا أحكي على الناس اللي يمكن ما عندهم سنابي أو ما يتابعون صفحاتي أو whatever. هذول الناس اللي بمجرد ما يسمعون خبر كأنما أنا مو عراقية. زين ليش مو أنا بتبلدكم؟ أنا عراقية، أنا منكم وبيكم. ليش؟ وأكو عالم عرب تتابعنا. لا خلوه، ترى على فكرة أكو صفحات عربية هم يعرفون، خلوها يحشون عليه. أكو عالم بتويتر إيه عرب مو عراقيين. شفت إيه؟ واحد عقاله وهو ناضط لعقاله بقد راسه وقاعد يحكي عليه. زين أنت تعرفني؟ لا مو عراقي. أدري. مو شفت شو أعرف شفته من 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 بلدان الخليج. شفتوا لوين وصلتونا؟ زين ليش؟ يعني شنو التلفيقات؟ شنو مخابرات؟ شنو خلية؟ شنو شبكة؟ يعني أتمنى شوية تشغلون دماغكم. الله ميز الإنسان عن الحيوان يجل السامع بالعقل. شوية شغلوا عقلكم. بالضبط. شغل مخك ليش شغل غير شيء؟ يعني هل من المعقول كل هاي السوالف أني مسويتها؟ معقولة؟ زي ليش؟ ليش؟ هو اللي عنده شيء أصلاً يكشف غرابه وأمواله وسوالفه لا يبقى خايف. عندنا مثلا هنا يقولون حرامي لا تصير من سلطان لا تخاف، وأني أحكي بكل ثقة، أني مو فوق القانون، أني مواطنة عراقية حالي حال أي مواطنة عراقية. في حال وحشاية من الغلط بدر من عندي غلط أو بدرت من عندي إساءة أو شيء يثير الشبهات، أني رح أكون أول وحدة أمام القضاء. زين وأوقف وأحكي اللي عندي ولو أني حشاية من كل هاي الأمور. لكن عنده شيء أعتقد يندل بيتنا ويندل شقتنا ويعرف إحنا وين قاعدين. هل من المعقول القضاء العراقي والمخابرات العراقية ما يعرفون شهد؟ هاي هالطولها هاي مسوية كل هاي المصايب والحكومة ساكتة؟ زين تقول من ساكتين؟ زين تعالوا لي يا جماعة، كل هاي السوالف أنا مسويتها وأنا شلحق أسوي؟ أنا وين ألح؟ أنا وين وقتي؟ يعني اتقوا الله، خافوا الله، هذا شهر رمضان، ما عندكم عوائل، ما عندكم ناس، ليش مو أنا بتبلدكم؟ ليش تسقطون بيه؟ أنا شنو اللي مسويته؟ فهموني، فهموني أنا اللي مسويته شنو؟
القضاء الغايه من هذا ما اعرف الغايه شنو. انا اتبع المتابعين مو على المروجين اللي روجوا هذا الخبر. بيني وبينكم القضاء، انا مؤمنه بالقضاء العراقي العادل. اقسم بالله اي احد، اي قناه، اي مسيء ينزل علي بوست او منشور يسيء، صدقوني بيني وبينكم القضاء. وهالمره ما راح اسكت، هالمره لو مستعده 100 دعوه اقيم على كل واحد ينشر عني هيك اخبار، على كل واحد يسيء البت بلده اللي تعرفوني يعني واضحه هيجي اللي عنده شيء ترى يبقى متخوف، لا يتهنى برزقه ولا يتهنى بحلاله ولا يتهنى بسيارته ولا يتهنى ببيته ويبقى معلعل طول العمر اذا كانت فلوسه وامواله مو شرعيه. اوكي، اني كل زين تعرفون مصدر رزقي شنو، وكل زين تعرفون اني سواء تحجون عن بيتي فاني بيتي صار لعشر سنوات عندي، اوكي مو اليوم والبارحة، ولا اني دخيلة على الوسط ولا اني جديدة على الساحة. اني بنية تعرفوني كل زين قديمة بهذا المجال، يعرفوني من زمان. ما احكي على ذول الدقدق اللي هسه من تالي طلعوا، ترى من 2009 يعني عمر اني صار لي. فهاي رقم واحد. رقم اثنين، النقطة المهمة اللي شاغلة هواية عالم، اللي هي قضية انه انت ايش تشتغلين، انت قاعدة بالبيت وتجيك فلوس. لا انا ما قاعدة بالبيت، انا دا تشوفني لا امثل ولا دا اقرأ شعر ولا دا اقدم برنامج، اي صح، لكن انا بنية ما انكر انا مؤثرة بالاعلانات، على الرغم من انا ما حاطة اي رقم للاعلانات، واي معلن يريد يتواصل وياي ما رح يقدر يتواصل، لان انا اشتغل على ناس أثق بيهم وبضاعتهم وبترويجهم. اليوم الجميع يشتغل إعلانات، لحد ينكر، لحد يبيع مثاليات، فنان، مطرب، رياضي، ما أستثني أحد. أي أحد يجي صار عنده 10 متابعين سواء، أي أحد يجي إعلان ربع الإعلان اللي أنا أخذ رح يوافق. لنكون مثاليين ولنكون لدرجة ننظر ونحكي وكذا. أولا الماركتينج حلو، والتجارة موجودة بزمن الرسول، زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت موجودة التجارة. وين المشكلة؟ وين الغلط؟ تعرفون أنتوا شقد منين لكل هاي الفلوس والأموال الطائلة؟ ما أدري. ثروة. أتمنى الله يسمع من عندكم. أنا قاعد أخذ حسنات وأنتوا قاعد تزيد ذنوبكم. أنا ليش الله موفقني؟ الحمد لله والشكر. أولاً ما عندي أذية على أحد. أنا بمنطقة شعبية ومنطقتي الشعبية يعرفون كل الزين. أنا عمري ما قصرت ويا احد. اللي عنده فاتحه فازعت له، اللي عنده عرس فازعت له، اللي عنده مشكله فازعت له، الواقع بشده فازعت له، والناس يعرفون اني ايش قاعد احكي. اوكي، هاي بيني وبين رب العالمين، اني ما احكي بيها، بار رب والدتي يمكن ما ملتزمه قدامكم، اني تعتبروني متبرجه، لكن الله منطيني على نياتي. اوكي، وهالقد ما تحكون علي الله قاعد يذب علي رزق وخير ونعمه. بس المشكلة انه انتم ما تحبون انسان مرتاح، ما تحبون عائلة سعيدة ومرتاحة ومستقرة. ليش؟ لان هاي العقد النفسية اللي عند البعض، جل احترامي للجميع.